بعد ما شفنا الاخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا مع حضراتكم نروح نتابع الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. ومن هذه الاخبار انه امتحانات الثانويه العامه هتبتدي النهارده في المواد الغير مضافه للمجموع. هيكون النهارده في امتحان ماده التربيه الدينيه وايضا ماده التربيه الوطنيه. كمان النهارده هتنطلق فعاليات الدوره السابعه لملتقى بنات مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وبرده النهارده هتوصل بعثه منتخبنا لرفع الاثقال تحت 17 سنه بعد الانجاز الكبير اللي عملوه في بطوله العالم في المكسيك. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 بالمواد غير المضافة للمجموع، وهيؤدي الطلاب لامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية موزعين على 2089 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وعدد الطلاب اللي تقدموا للامتحان السنة دي حوالي 707 ألف في الشعبتين علمي وأدبي. النهاردة كمان هتنطلق فعاليات الدورة السابعة لملتقى بنات مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمشاركة ست وزارات إفريقية وعربية لاستعراض مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى، وكمان فرص الشركات المصرية في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة. النهاردة برضو مطار القاهرة هيستقبل بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال تحت 17 سنة بعد الإنجاز الكبير اللي عملوه في بطولة العالم بالمكسيك، واللي قدروا إنهم يحصدوا 14 ميدالية وحققت البعثة المصرية المركز الثاني في البطولة. النهاردة أيضاً هتنطلق بطولة الجمهورية للأساتذة في التجديف في مجرى نهر النيل بالقاهرة، وتتضمن البطولة اللي بتقام لأول مرة بعد توقف دام 8 سنين سباقات القوات المسلحة اللي بيشارك فيها 55 لاعب في سباق رباعي مزدوج المجداف، وكمان هيشارك في سباقات الأساتذة 13 نادي وأكاديمية بيمثلهم أكثر من 160 لاعب ولاعبة. دلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع ونكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر.